معايا عبر الهاتف الان الكابتن الكبير كابتن حسن الشامي مدير شؤون اللاعبين بالمكونون العربي. كابتن حسن منور الدنيا وحشني جدا. كريم وحشني جدا والله. انت اللي وحشني جدا صراحه. يعني عامل ايه؟ الحمد لله كريم كله زي الفل. النتيجه النهارده المفروض اقول لك عليها مبروك، تعادل في اللحظات الاخيره، فبالتاكيد نتيجه ايجابيه قدام فريق كبير امام نادي الزمالك. طبعا يا كريم، كمان توقيت الهدف تعادل بطعم المكسب يعني. صحيح. الحمد لله. صحيح، خصوصا كمان ان احنا يعني اخر اسبوع اللي هو الاسبوع الاولاني اللي لعبناه الناس كلها طبعا انتقدت الاداء وانتقدت الفريق بشكل كبير جدا. صح. وانا دايما عندي وجهه نظر في بدايات الدوري. انا ببقى شايف بدايات الدوري عامله زي مباريات الكؤوس كده، ملهاش حسابات، ممكن تلاقي فريق لسه صاعد من الدرجه الثانيه. وده انا كنت بقوله حرفيا، بقوله قبل المباراه الاولى او قبل الاسبوع الاول ما يبتدي في الدوري. انا ببقى شايف ان الفرق كلها داخله 50 50، حتى الفرق الكبيره. الناس في مباراه المصري والاهلي شايفين ان المصري عمل تدعيمات قويه جدا وما عندهمش اي مشاكل، جايبين جهاز فني محترم، اداره قويه جدا، ورغم كده فوجئنا بالنتيجه. بيبقى حسب ظروف المباراه وحسب يوم الماتش عامل ازاي. فده اللي حصل لنا في مباراه البلديه. لا، وانتوا في مباراه البلديه كمان ده كان في كورتين في الاول انفرادين يخلصوا الحكايه كلها، بس طبعا بلديه يعني المحله عمل مباراه محترمه برضه. بص يا كريم، انا ما اقدرش انكر ان البلديه عمل مباراه كبيره جدا، وعطاهوش يعني حاجه مبشره بمدرب كبير جاي في الطريق ان شاء الله. صح. لكن انا زي ما بقول لك ظروف المباراه، انا اتكلمت انا وعبد الرؤوف بعد المباراه. تمام. عبد الرؤوف صديق شخصي ليا واحنا في تواصل قوي بينا. لما اتكلمت مع عبد الرؤوف انا عجبني عبد الرؤوف لما قال لي انا عندي مشاكل في واحد واثنين وثلاثه، ما اتكلمش عن الاجابات اللي هو عملها خلال المباراه، لكن كان بيتكلم عن السلبيات اللي واجهته اثناء المباراه. يعني هو نفسه شايف ان لو المقاولين سجل في الاول خلاص ممكن اللعيبه بتاعته في اول مباراه ليها وبيجي فيهم هدف ممكن خطوطهم تتفتح اكتر بطريقه اللعبه بتاعتهم البيلد اب من تحت، فممكن يواجه مشاكل. ففكره انه يشوف المشاكل اللي عنده ويبقى مركز عليها ده يدل ان في مدرب محترم جاي في الطريق. ليه بقى المباراه النهارده كان فيها اثاره كبيره جدا كده؟ في جزئين مهمين جدا، وده الجزء الاول فيها ان اخر مباراه مع الزمالك احنا كان يعني هزمنا هزيمه ثقيله جدا يعني. طبعا. فده كان دافع كبير جدا للعيبه ان هي ترد، اعتبرها خصوصا ان انت عامل موسم كبير الموسم اللي فات. صح. كنت بتنافس لحد اخر اربع اسابيع على المربع الذهبي وماشي بشكل كويس قوي، بتأدي اداء كبير. كابتن شوقي من المدربين الكبار اللي عاملين طفره مع نادي المقاولين الموسم اللي فات. فان يحصل لك دروب في مباراه الاهلي ومباراه الزمالك بالسكور العالي ده، فاللعيبه كانت حاسه ان ده اهانه ليها. صحيح. فده كان اول حاجه اللعيبه حطت في اعتبارها النهارده، والحمد لله كانوا على قد المسؤوليه. عملنا دفاعي كبير جدا، لكن زي ما بقول لك احنا النهارده ما كناش 100% لان مباراه البلديه كانت مأثره علينا بشكل كبير. وده الفرق بين المدربين يا كريم. صح. ان انت تبقى خارج من مباراه صعبه جدا، كل الناس بتنتقدك وبتنتقد ادائك، والمدرب يقدر في خلال اسبوع او اقل من 10 ايام يقدر يخرجك من الحاله اللي انت كنت فيها كلاعب. صحيح. ويقدر يجهزك لمباراه كبيره. صحيح. زي مباراه نادي الزمالك. طيب الزمالك بعد المباراه قدم شكوى في طاقم التحكيم والكابتن امين عمر، هل عندكم تحفظات انتم ايضا ولا ما فيش مشكله من التحكيم النهارده؟ لا، انا بص يا كريم، انا وانا لاعب كوره كنت بقول الكلام ده، وانا دلوقتي بقول لك نفس الكلام ده. الحكم هو شخص زي لعيب الكوره بالظبط. بيبقى حتى لو انت مش موفق في اليوم ده كحكم، انت ما تقصدش ابدا ان انت يبقى عندك اخطاء. ما فيش حد فينا، انت في الكرسي اللي انت قاعد فيه دلوقتي يا كريم عايز تطلع في احسن حالاتك. صح. الحكم كمان بيبقى عايز يطلع في احسن حالاته. صح. والله العظيم والله العظيم انا بعذر الحكام جدا، حتى كان بعض الاوقات بنطلع نعترض على الحكام. لكن يا جماعه الحكام انا اشوفهم مظلومين جدا، مظلومين في كل حاجه، مظلومين ماديا، مظلومين فنيا، بيتحط عليهم ضغط كبير جدا من الانديه الجماهيريه. فانا مش بتكلم عن الكيس بتاعه النهارده، انا بتكلم في المجمل يا كريم. صحيح. طيب الحكم لازم 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 الحكام نبص لهم يعني بنظره ثانيه للحكام. صحيح. هل في عقوبه على احمد علاء ولا نكتفي بالاعتذار؟ بص انا يعني انا مش عايز اخوض في الجزئيه دي. الموقف حصل النهارده، هجمت هجوم رهيب لان انا ما خدتش بالي اصلا او ما ركزتش في الفعل بتاع احمد بعد الهدف. احمد عامل جيم كبير النهارده. صح. عامل جيم دفاعي هايل. صح. عامل جيم وهو راجل سنتر باك، عامل هجوم جيم هجومي
هايل صح. من الناس المميزه جدا، وانا كنت شايف ان احمد علاء يستحق رجل المباراه النهارده، لكن برضه ابو سعود خدها فدي حاجه كويسه. لكن انا كتقييمي كنت شايف ان احمد علاء افضل لاعب في المباراه النهارده، ولكن التصرف في بتاع بيتها يعني في بيتها كابتن حسن ما راحتش بعيد، راحت لمحمود ابو سعود برضه، لكن انا عشان محمود ابو سعود بس ما يسمعش ويزعل منك. لا لا اخواتي يعني طبعا لكن انا بتكلم في جزئيه ثانيه. انا لما نزلت النهارده نزلت ستوري كنت بشيد باداء علاء النهارده، ففوجئت بهجوم رهيب من جمهور الزمالك. الناس بتحبني جدا وبتحترمني جدا صح، ففوجئت بالهجوم ده من الناس. وانا بدات اركز هي ليه الناس بتعمل الهجوم ده، فبدات ارجع تاني ابص، لاني والله العظيم يا كريم فعلا انا ما كنتش مركز اصلا في رد الفعل. انا مبسوط بالهدف اللي جه في الدقيقه العشرة دي، فانا مبسوط ان احنا تعادلنا، لكن ما ركزتش في رد الفعل بتاع احمد. او لما شفت بقى رد فعل احمد علاء، انا فكرت ان انا اكلم احمد، لكن في الاول وفي الاخر يا كريم احنا مش صغيرين. كل لعيب كوره بيبقى مسؤول عن تصرفه ده طبعا. وبيبقى حتى وان كان هو اخويا الصغير ممكن اتكلم معاه بشكل ودي انصحه. لكن النهارده يا جماعه برضو ركز في حاجه، احمد علاء النهارده راجل كان جوه، كان في النادي الاهلي والنهارده موجود في المقاولين، والمنافس ليه في نفس الفريق اللي احنا كنا يعني محمود علاء لاعب في نادي الزمالك، واحمد علاء لاعب في نادي المقاولين النهارده، حتى هو بيحتفل الاحتفال ده. في الاول وفي الاخر الناس بتدي الموضوع اكبر من حجمه. هل انت عندك خلاف ان احمد ومحمود الاثنين الاخوات دول ما بيحبوش بعض او بيحترموا بعض، والنهارده الزمالك بيلعب فريق تاني غير المقاولين، هل احمد علاء مش هيبقى متعاطف؟ يعني انت كابتن حسن شايف انا شايف الموضوع موقف عادي، خد اكبر من حجمه، خد اكبر من حجمه. واحنا بنسلط الضوء على ظواهر، انا ببقى شايف ان احنا لو همشنا الظواهر دي مش هيبقى لها. طب تسمح لي يا كابتن حسن، انت طبعا رايك يحترم جدا، بس هناقشك يعني، هو احنا مش بنركز على حاجات او ظواهر، هو اللاعب نفسه هو اللي حطنا كلنا في الصوره دي. يعني هو احمد علاء زي ما انت قلت واحد من اكثر المتميزين في مباراه اليوم، وهو لاعب مهذب جدا، بس لما عمل الحركه هو اللي عمل الجدل. يعني برضو مش الناس هي اللي عملت الجدل، هو اللاعب هو اللي صنع الجدل، صح ولا لا؟ اتفق معايا ولا لا؟ بص يا كريم كلنا واحنا لعيبه كوره بيجي لك رد فعل لا ارادي في توقيت انت ما بتبقاش حاسبه، صح، انت ما بتبقاش عامل حسابه. لو احمد، انا بقول لك اهو، ممكن احمد بقى، انا ما اعرفش هو بيفكر ازاي، يعني لسه ما اتكلمتش انا واحمد، بس انا ما اعرفش احمد بيفكر ازاي. انت دخلتيني مداخله معاك قبل كده يا كريم في مباراه الزمالك والمقاولين، يوم ما انا ضربت بالكوع واعتذرت، انا فاكر كويس، مصطفى فتحي، وطلعت معاك اعتذرت، لان صح. انا لو الموضوع ده اتكرر تاني مش هعمل كده. ايه التصرف اللي انا اتصرفته ده؟ فممكن احمد يكون ممكن الراجل يكون ميوله بيحب نادي معين، فعبر عن ده في تعبير لحظي. لكن انا كنادي او كمسؤول نادي، انا لا، ممكن هتلاقي الناس بتتكلم معاه في النادي وهتقول له لا، انت راجل لابس تيشرت المقاولين، أيوة، بتحترم تيشرت المقاولين، أيوة، وعارف ان المقاولين نادي كبير ونادي عظيم ونادي تاريخي. خد بالك، هو لو بيلعب في الاهلي وراح احتفل الاحتفال ده محدش هيقول له انت بتعمل ايه، هو بيلعب في الاهلي طبعا، فطبيعي ومنطقي يعني. ما عشان كده انا بقول لك ايه، انا ما اعرفش علاء عمل كده ليه، او علاء كان هل له هدف، هل ده رد فعل؟ هو الراجل بصراحه يعني ما يتخيرش عنك بعد المباراه مباشره، اعتذر عن الواقعه واعتذر لجميع نادي الزمالك يعني. بس لكن اللي انا عايز اكده لك يا كريم برضو، ان ممكن التصرف اللي تصرفه احمد علاء معنى انه يعتذر عليه، انا ابي اعتذاره جدا، اللي بقول لك في اوقات بتبقى تعبير بيطلع منك ما انتش عارف، ما بتحسبوش. مفهوم. وانا اتكلمت معاك قبل كده، حتى الناس لما كانت انا اكتر واحد كنت بدافع عن شيكابالا، وانت عارف كده يا كريم، صح، بدافع عنه، لان اللعيب الكوره بيبقى عليه ضغوطات كتيره جدا، ممكن يتصرف تصرف هو بعد دقيقتين ثلاثة يقول اللي انا عملته ده. مظبوط. فطالما اعتذر فده يعني حاجة كويسة معاه. طيب كابتن حسن، عايز اسالك كمان على موضوع المعايشة اللي بيعملها محمد عبد الناصر، او اللي هيعملها محمد عبد الناصر في ريال بيتيس. احنا خلاص الحمد لله النادي اصدر موافقته على المعايشة، عبد الناصر من اللعيبة الهايلة جدا، وان شاء الله يا كريم كمان هتشوف لعيبة كمان على نفس الشاكلة بتاعت عبد الناصر. المشروع ده بدأناه من الموسم اللي فات من اوله، كان عمر فايد ومحمد عبد الناصر ويوسف العدد. النادي الحمد لله، يعني انا هقول لك في عجالة اللي احنا بنفكر فيه، ياريت. والحمد لله دخل معانا السنة دي مهند، ودخل محمد وليد ورفعت، في عدد كبير من قطاع الناشئين مواليد 2005 و2006 دخلوا معانا في نفس البروجكت اللي احنا شغالين عليه. المهندس محمد عادل كان ليه توجه، احنا الحمد لله بننفذه بشكل كويس، اتعمل تحليل زي ان ايه للعيبه دي،
عشان نعرف الاصابات المستقبليه للعيبة عندهم مشاكل فين بالظبط. بياخدوا كورسات انجلش دلوقتي جوه النادي. جايبين محلل جايبين اخصائي نفسي للولاد دول. ممتاز. شغالين عليهم بشكل كويس قوي لان دول المشروع بتاعنا في المستقبل. ممتاز. مش عايزين ممتاز. احنا طول الفتره اللي فاتت حتى لما انا كنت معاك انت دايما بحس ان في هجوم علينا. ليه ما فيش صلاح جديد؟ ليه ما فيش النني جديد؟ ليه ما فيش كده؟ فالحمد لله النهارده عمر فايد. لا بس ده, ده 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 هجوم زي ما بيقولوا كده هجوم محمود للثقه في نادي المكونات العربي انه بيطلع اسماء بتشرف مصر بعد كده. فده هجوم مش ما يزعلش. ده الهجوم اللي هو ايه؟ ما طلعوا لنا يا جماعه محمد صلاح ومحمد النني تاني. طبعا. وانا الحمد لله انا مكلف بالمشروع ده من اداره النادي. ان انا بشرف على المشروع ده. الحمد لله احنا مهتمين جدا بالولاد لان في نقطه مهمه جدا يا كريم. الموضوع مش موضوع اللغه بس او اخصائي نفسي للولاد او ان انت بتجهزهم بدني بشكل كويس وخصوصا للولاد دول عندهم الموهبه. لكن فكره كمان ان الولد ده لما يطلع يعمل معايشه بره، الولد ده لازم يبقى عنده الفكر التقبل الاخر. في لعيب كبير في منتخب مصر لما سافر معسكر من المعسكرات حصل موقف مع الهاوس كيبنج، حصلت مشكله كبيره جدا. انت زي ما انت قلت يا كابتن حسن، زي ما انت قلت انت كمان بتشتغل على العقليه بتاعت اللاعب عشان لما يطلع يعرف يعيش مع الاجواء دي كلها ويعرف يتعامل معاها. وعشان كده انا دايما عندي ثقه في المكونات العربي وثقه فيك انت كمان شخصيا كابتن حسن الشامي. وبشكرك كمان شكرا جزيلا على هذه المداخله كابتن حسن الشامي مدير شؤون اللاعبين في نادي المكونات العربي.